والله بقول لك حاجه، ما جاء على بالي. لا غن شيها نفس اللي انا البارغ غنيت انت. غنيت انت اناها؟ اي لا خليك معك من حد. يا اخي يا اخي صدق 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 منين جت بي انت انتناها ميدناها؟ انا ما يهمني ميدي انا تدري تدري ناها ذي هذه ناها ناها هذه ناها كيف كيف دخلت في القاموس عندكم صدق؟ اشتغل قم قم نتعشى قم بناكل عيشه خوينا هناك الله اللي خوينا ذا مطول يا اخي والله العظيم هذا انت مختلف مهندس دخل عليك وقومه خليك صاحي يلا يا عبود يا قوي يا اخي الله يتعشى ماجد دقيقه بس القياده ها عبود والله طال عليك ريشي يا نزل هذا صح وقمت الطير نايم سحب عليك منو عبود سحب على نايم لا انا قلت انا ما ابي شركه ما تبي هقب خل عبد الله يجي توكل ستوب هنا ستوب هنا ستوبين والله العظيم اقسم بالله انكم طمرت ردميه شفت الردميه انت اخذت الردميه سفري ها لا يا حبيبي لا تقصي طيب اسمع لا مو لا وش ذيك وش ذيك والله ها وش وش الكلمه ذيك انا وطابه وطابه والله الوطابه نعم وطابه وسلم كل ذا ساقك الساق ذي لك ولا طالبها خلي كذا بدون لوشن صارت لي بعشرتك عبره بعد ما عيد قم قم يا العشره حط كم 30 دقيقه حبيبي طول ما نقوم رجال بنقوم على طول اقدامي راح احط رجلك فيها ولا ورب البيت لا والله ماني بحط رجلي باقدامي فهم؟ في الجهاز اللي تحتك اقصد الجهاز اللي تحتك تحت اوكي ارحب ابراهيم عواد ابراهيم عواد معلم تحفيظ كل ما طفشت جاء قال مقامات الصوت مقامات الصوت جددت الفيزا ولا باقي؟ ايه فيزا يا اخي دبات دبات عدلت الفيزا وش شلون اشرح لي ذبه عشان ابي اضحك والله لا اضحك اذا اضحك اقول جددت الفيزا شلون يعني؟ ما تعرف الفيزا الا طيب ليش جددت؟ يعني يقصد انك صيني عرفت؟ كذا يعني والله مقصد انك صيني دعيما جميعا ما شاء الله يا ولد ما شاء الله شوف كيف ديور عشان ما يذب ها؟ ايه لا والله اخذ رايه جاي يحط ضر لقمه من الضرس للنار ايه عندي انا يو تجلس حد وسولف يا اخي جلساتك كم قسم بالله صدق صدق سعود علوش والله صدق سعود علوش ها صاير سريع الاشتعال انت انا الحين سريع اشتعال والله صاير ايه بالكاميرا صاير شعيل الاستراع اكيد عندك ام عرف عبد الله يلا تفضل ايش قصدك يعني اذا صار في كاميرا عبد الله يدعي المثاليه يعني اتصنى انا يعني كذاب لا حش على اجل عبد الله عبد الله ايش قصدك في الكلمه شاف الكاميرا وش قصدك وش قصدك اشرح وش قصدك اشرح وش قصدك نايف نايف مخي في 2 جيجا فاهمها نعم لا لا ويشتغل ب 1 جيجا ويشتغل ب 1 جيجا بعد فاهم اشرح عاد لا تخاف ماني بالرادار كانك ترانزيت في الهند لا اسطرك خاف لا يمه خايف عاد ماني بالرادار تعال عاد ماني بالرادار خذ راحتك برد ابو عواد ما عليك من ابو عواد قل لي ابو عواد ايش فيك ابو عواد تكلم دليت يا ابو عواد على وشه خفت يا ابو عواد ما يدل يا ذيبان تكفى بدون لوشي يا رب ان الله ينزل عليكم السكينه قول امين اللهم امين اي والله يشرح صدورك اللهم امين يشرح صدرك للايمان ان شاء الله امين ان شاء الله ويثبتك اللهم امين ويخليك تعرف يا رب يا رب ان اقوم بكره قاك تعرف يا رب اني مدد عمادتك ان شاء الله لنهايه البرنامج صراحه عمده صدق الله يطول اهلا ابو اكبر دليل طال عمرك اخ شبه اللي كسرت الديكور فيها ايش رايك عشان تصحيهم
لا يا اخي آه رجال قام قوم والله قوم قسم مثل اقوم اكل من دونكم قوم اوه جوعان وفي التهديد والله اكل من دونكم يلا جاهز جاهز حب العبود يلا اوخر عني لا اكل ابراهيم عواد لا لا تكفي يا مفترس يا مفترس اجي اول ما اكل سلف عن وش لو اكل ابراهيم عواد سلف عن وش عن مقامات صوتيه يلا قوم حبي بقوم بقوم بس انطلع يا انطلع يا انطلع ولدي والله حاطين عبد الله موجود من عبد الله عبد الله من مرجي والله نعم سبت عبد الله من على فكره عبد الله وين عبد الله ولد ابو عبد الله ها وين عبد الله مختفي والله مختفي صدق والله يجي يوم يغيب شهر ابوه المدير اي صح بس هو ترى مو ترى ما نسأل عن ولد المدير لا ترى مو عبد الله ولد المدير داخل لا ترى مو اول شيء يعني ما مو موظف هنا هو بس يجي يشيك هذا اولا ثانيا هذا منو ذا ابو رحمه ثانيا يعني طلع شيخ عند جاسوس انا طالب غمض عيونك مغمض عيونك غمض والله مغمض حتى لو فتح عيونك غمض مفتح هذا البلاء فتح عيونك عبود والله مفتح بعد لا بعد لا شوف 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 العب ولي ابو رحمه وش الثانيه اي لايك ات الثانيه صح الثانيه الدعسه الثانيه الدعسه مو شرس ما انت بسيط يا الغرير ايش سبحان الله برحمة كيف تقول غرير ها جربت انت من هو جربت انت من هو وش جربت مساج جربته برا ايام طلعت ابراهيم رحت اريح اعصابي ابكي عنده ويمسجني وانا ابكي ايش في صديق قلت انا معلوم ابراهيم بكل حب صديق معلوم بكل حب بس والله العطر ابو رحمه كلام كبير والله والله تفهم يا لبيه يا لبيه انت تفضل تفضلك الله يسعدك تعشيت كنا ثلاجه قصير وابيض ناديك والله الكاس ربي ابو رحمه كنا ثلاجه فندق قصير ودب خلاص سوي هذا سوي هذا يلا يلا بنجي منو ندينا ما هذا ابو جرنب يلا يلا بنجي 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 خلاص اسمع خلي جاهز بقسماتك يا ودي قال له حط له النص دي ساعة اقول حط لي نص 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 اي 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 لا تنفخ انت ببيتكم لا اسطرك ها انا مو قاعد انفخ انا ارفع صوتي عشان يسمع احسنت شكرا لك ملامحك حادة كيف بس نظرة من الجنب لبلبوني ترى عندي اول 19 طيب اسمه الرزقي رزقي هذا عندي اول اي بس 19 ايه 19 وذي ما ادري وش هي كيف الحال يا حبيبي؟ الحمد لله ساك طيب شكون بيدك؟ خشن الدولاب الله يحيي الله يعطيها عافية عندهم هذا لبيك انا الله 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 انشد عبد الله الحربي وش يحب وش يحب عبد الله والله قضيت ابو فهد انشد عبد الله انشد عبد الله الحربي وش يحب من الالوان شو تحب من الالوان ازرق عشان الموضوع يا وجهي يا ساتر يا ساتر سوي مساج ابو فهد لا والله هنا واحد ما شاء الله عليه تبارك الرحمن قال ما عاد فيني انزل شخصيتي ذي انت يلا هي خلاص ها كاشخ جاهز انت ولا يا ليت ما حد يمزح جزمه يا ليت ما حد يمزح لك اخلص اخلص رجعت هنا ترى يا ليت ما حد يشخ يضحك معي او يمزح انت انسان محترم يا ابو ظافر تاخذ انت نايف ثامر مؤدبين ومحترمين تاخذون الشيء ترجعون المحله بس واحد الله يذكره بالخير اخذ بما انك طريتها طبعا ايه اخذ ثوب ولا رجع لا الثوب هي الثوب هي كل شوي كل شوي ياخذ الثوب وين غير تطور الموضوع صار بعدين الحين هو اشتغل ولا ايش سالفه؟
شغله ابو ظل احمر تغطى. ها تقول لي من واحد حط يدك تحت تقول لي من افضل لاعب عربي ما يحتاج اخر العرب محمد صلاح لو تذكر ضد ريال مدريد الابطال ضد روما انت صارت احنا حط 22 دقيقه اكسكيوز مي فينيش اخس فنشه الله حبيت الانجليز كوك اللي بليز والله فنشه وطلع من القلب والله انجليزيه عند ابو فهد قلت لك يا كوك اللي بليز يا سلام هاك هاك تدري الانجليزي اني اعرف جمله مخارجتني من الجواز سبيك انجلش شنو هي نو سبيك انجلش يا سلام خلاص انت الموضوع قفل عطله قفل دق غلوق ابو هي ابو بروح مكاشخ على المزاج هذا من لا جيمز على المخده مكي والله يا مكي امس وتر وضحك وسالم جديع سالم جديع عطري وين موجود بالاداره قال جيته ذا ابغى يمسجني قال ما اعرفك الغلوق تكفى اوه فك القلاب يا بروح لا يخنقك ترى بخنقك رقبتي الاول سوري سوري يا اخي دغدغني ذا المزاج انت تدغدغني انا وجهك عجاك اوه ظهري 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 يدغدغ ها؟ لا 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 وين وصل؟ ها؟ حول ادري هو غدا ما عاد حسيت انت به اللي حس ابوك يا ما شاء الله ما شاء الله يا لبيه هذا المساج يا لبيه هم وينهم في الرياض ما حد عاني منهم جاك ابو رحمه واحد اللي ابو رحمه بيخليك تطلع منه حصان بس يا 10 سنوات ورا نبي الكوبون حق الاهالي العطر اليوم الوطني بس احترم الشخصيه يا ولد يا ولد لا تحترم نحترم جواتي يا ولد قال احترم الشخصيه يا ولد الله يرحم والديك تكفى يا احترم الصلعه حركه استركه اللبعده مجه طلعه الو حلو اوه يا ظهري يا ظهري يا ظهري يا ظهري زين زين يا ظهري يا ظهري اي وجه الله اه جيم 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 وي وونت ايت دينر وي وونت ايت يو وونت هيم اي وونت هيم سي وونت سوبر نيني بو فورجيت I'm bent.